اعتصم أصحاب البسطات والمحلات التجارية في طرابلس عند طريق نهر أبو علي احتجاجا على ما آلت إليه أوضاعهم الاقتصادية بعد المعارك الأخيرة بين جبل محسن وباب التبانة واستنكارا لتردي الأوضاع الأمنية. التجار أقفلوا محلاتهم على أساس أن الحياة التجارية معطلة أصلا، مطالبين بدفع تعويضات مالية عن الخسائر التي أصابتهم. منا قادرين نكفي، يعني بدنا نسكر محلاتنا، نسكر فوتيرنا، شو بدنا نعمل؟ ما قلنا إلا الدولة. امتدادنا من البحصة لتوصل لسوق الخضرة، وعندنا امتداد تاني حجي جامع الكبير، عندنا أكثر من 300 400 محل، يعني فوق ال 500 600 عائلة 700 عائلة، كلهم بيعيشوا من هالمصلحة هيدي، لا بيع ولا شر. وهذا اللي احنا بنحب نوصله للدولة. وضعنا والله مثل ما انك شايف، هلا كنا عم نشرب فنجان قهوة لأنه عم ننقل الأسواق نحن الموجودة بهالمنطقة. القهوة بعرف بيشربوها بالعزل، نحن صرنا عم نشرب القهوة كل يوم قد ما حدا بدنا مين يعزينا بهالسوق، لأنه هالسوق مات من سنة 2008. نحن اليوم عم يخوفوا العالم منا، نحن اللي واقفين عم نشتغل تحت الضرب وتغار الضرب، كلياتنا متضايقين، كلياتنا شرعا ودينا، لا أجار محلات ولا باع وشري ولا تجارة ولا أي شغلة موجودة، نتمنى على الرؤساء. إلى ذلك أكد المعتصمون أنه في حال لم يوضع حد للفلتان الأمني الذي تشهده المنطقة سوف تقفل المحلات وتسلم المفاتيح إلى بلدية طرابلس، وسوف يتم التوجه نحو التحركات التصعيدية.